وفقا للقرار الخاص بمجلس الشيوخ رقم 1 القسم 17 لقانون الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة الاعتراض على النتيجة الانتخاب لخمس دقائق وليس أكثر من ذلك في كل لكل فرد. لا يمكن للنقاش أن يتجاوز ساعتين حتى يتسنى استعراض الاعتراض. الاعتراض على ولاية أريزونا. نحن مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ نعترض على التصويت في ولاية أريزونا بأنها لم تلتزم بالظروف المحددة والمنظمة لهذه العملية. الأعضاء الذين يبحثون عن دعم للاعتراض ومعارضة للاعتراض، الرئيس يدرك ويعطي الكلمة لممثل لويزيانا. نحن نعترض على عدد من الولايات التي لم تتبع المتطلبات الدستورية لاختيار الناخبين. هذا الأمر واضح كقرار رئيسي، كيف يمكن أن ننتخب الرئيس؟ إذا ما قام أي شخص بقراءة الوثائق المؤسسة لهذا البلد والنسخ المختلفة، فتوصلوا إلى العملية التي يمكن لكل ولاية أن تنظم هذه الانتخابات، أن تكون هناك عملية الانتخاب والاختيار الناخبين. السيدة الرئيسة، في عدد من هذه الولايات هذا الدستور وهذه العملية الدستورية لم يتم اتباعها، لهذا نحن هنا وهذا ما نعترض عليه. إذا ما نظرنا إلى ما تقول هذه المتطلبات في المادة الثانية، أعطي وزير الخارجية، لا وزير الخارجية ولا الحاكم، بل هذه القدرة للمشرعين. هذه الصفة تمنح للمشرعين فقط، وفي هذه الولايات هذا لم يتم اتباعه. لقد رأينا ذلك مرارا وتكرارا. ولايات عدة في الديمقراطيون يقومون باختيار هذه العملية. هذا يجب أن ينتهي السيدة الرئيسة. علينا أن نتبع العملية الدستورية. ربما يكون هناك أسباب لماذا لا يحب الناس هذه العملية المحددة. أنا خدمت في أحد هذه الهيئات التشريعية على مدار 12 عاما، وكتبنا هذه القوانين للولايات الخاصة بالانتخابات. يمكنني أن أخبرك أن عندما تكون هناك أي تغييرات يتم التفاوض بشأنها بشكل مكثف وموسع. الجمهوريون والديمقراطيون يتحدون للحديث عن هذه التغيير. أي تغيير بسيط بشأن كيف يمكن تطبيق هذا التغيير؟ كيف يمكن هذا التغيير أن يتم تطبيقه في الانتخابات؟ المتطلبات الخاصة بالتوقيع وما إلى ذلك. نرى أناس يقدمون شهادات. سيدة الرئيسة، في جلسة الاستماع كانت هذه العملية عملية مفتوحة، لم تكن في غرف مغلقة، أو أن يقوم أحد يخاطب وزير الخارجية بأن يعتمد نسخة أو غيرها، ولكن هي عملية منصوص عليها. ربما يريد البعض أن يراجعها، ولكن هذه العملية تم الاتفاق عليها وتشريعها. بالتالي هذه التغييرات بعد ذلك يتم طرحها للنقاش العام، وهذه القوانين يتم تعديلها قبل الانتخابات بوقت محدد، وألا يتم تطبيقها خلال الانتخابات.
فبالتالي لا يمكن أن تقوم بالتحايل على أحد الأمور التي لا تلقى إعجابك وتغييرها في آن الانتخابات. الرئيس ترامب وقف ودعم كل هذه العمليات. السيدة الرئيسة في المحكمة العليا أيضا كانت تتحدث عن هذه الأمور، ومن حسن الحظ بأن المحاكم لم تدخل في هذا النقاش. ليس لدينا هذه الرفاهة اليوم، علينا أن نناقش ذلك، علينا أن نصلح هذا الأمر في اليوم الخاص بالمشرعين هنا والبدء على إصلاح هذه المشاكل في العملية الانتخابية والحفاظ على نزاهتها، والتي قد تكون تضررت بسبب هذه الإجراءات. كل التصويت عندما نرى كل هذه التغييرات التي طرحها الجمهور صوت ضدها الديمقراطيون. الدستور هو ميثاقنا، الوقت قد حان لأن نعود إلى الميثاق الخاص بنا لانتخاب ولاختيار الناخبين في أمام العامة وليس في غرف مغلقة. دعونا نعود إلى سيادة القانون وأن نطبق الدستور. السيدة الرئيسة، لأي غرض السيدة من كاليفورنيا تريد أن تتحدث بشأن الاعتراض؟ السيدة الرئيسة، في هذا اليوم هذا مفترق طرق بالنسبة لنا وللديمقراطية في الولايات المتحدة في المجمعات الانتخابية التي تعكس تصويت الشعب الأمريكي واختيارات الشعب الأمريكي. هذا ما يتطلبه الدستور كما نرى. إذا اختار الكونغرس الرئيس التالي للولايات المتحدة الأمريكية، ليس هناك حاجة للمجمع الانتخابي، وليس هناك حاجة إلى سوف ننتقل إلى حكومة منتخبة من الشعب تحكم هذه الإدارة. في الولايات المتحدة نحن نلتزم باختيارات الشعب وليس بشيء آخر. إطار الدستور أن ينتخب الكونغرس الرئيس وفقا للمادة الثانية. المجمعات الانتخابية في كل ولاية تقوم بتعيين الناخبين وتتطلب من الناخبين التصويت لصالح الفائز. كل ولاية تقدم ما لديها من حيثيات، وماذا ما نفعله اليوم إذا ما قام الناخبون بالحديث عن التصويت واعتمادها وتصديقها؟ هناك نحن قمنا باعتماد المظروف المختوم، قمنا باعتماد الإجراءات المطلوبة للحفاظ على صحة ونزاهة هذه الانتخابات. سيد الرئيس ونائب الرئيس، كنا نقوم بفتح هذه المظاريف ويتم إحصائها بطريقة نظامية. البعض ربما صوت لهذه التغييرات والبعض لم يصوت لذلك، وبالتالي خلال عملية إعادة البناء مرة أخرى خلال مرحلة الحرب الأهلية، خلال هذه الفترة كان هناك العديد من العمليات التي تم تبنيها فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في 1887، وأيضا بتحديد آليات حل هذه النزاعات المتعلقة بالانتخابات.